قال مسؤول على الحدود الفلسطينية إن فريقا طبيا وعشر شاحنات تحمل الماء والغذاء والدواء دخلوا قطاع غزة اليوم من معبر رفح مع مصر، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ بداية الحرب على غزة إلى 84 شاحنة فقط. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إن مفاوضات جارية مع سلطات الاحتلال في محاولة لتوفير المزيد من الممرات الإنسانية في القطاع المحاصر.